هي دي النقطة المقلقة يعني يا كابتن حشيش. ما احنا بنتكلم دلوقتي، لو جينا وده حقنا ان احنا نتكلم عن منتخبنا ونقيم الأداء، طبعا هل الأداء بتاعي ده هيوصلني أصلا ولا مش هيوصلني للمونديال؟ يعني ده سؤال لازم نطرحه على نفسنا. السؤال الثاني، لما أجي أقارن نفسي بالمنتخبات العربية في الجولة الأولى، هل طبعا أنا بالنسبة لهم أدائي كده يعني قريب ولا أنا في حتة مقلقة؟ فيعني ونقطة زيادة على اللي أنت بتقوليه برضو، البدايات القوية مش لازم النتيجة، يعني أنا بتكلم على الأداء القوي. طبعا السكور يبقى حاجة طبعا مهمة جدا، بتقلق المنافسين، لأن أنت السنة دي برضو نظام التصفيات صعب، بياخدوا أوائل المجموعات وبتدوا يعملوا قرعة يلعبوا بقى مع أوائل المجموعات، صعبة. هتلاقي فرق بقى المرحلة اللي بعد المجموعات دي فرقة قوية جدا، يعني مش تلحقي نفسك فيها. صحيح، مش رايح جاي دوري من دورين انك تلحقي تعوضي الماتشات، هيبقى في ماتشات فاصلة بعد كده رايح جاي، وهتبقى طبعا صعبة. بنأمل النهاردة ان هو يكون الأداء يعني أحسن شوية، يطمن الناس، لأن الناس مهما كان برضو المكسب حلو، وده خلي بالك اللي هو قلل الانتقادات شوية ان في مكسب. تخيل انت لا قدر الله لو خساره او تعادل، كانت الدنيا طبعا باظت خالص.